إن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة واقتصادية وآمنة يعد تحدياً كبيراً، لذا وجب علينا العمل أكثر فأكثر من أجل تعزيز قدراتنا الإنتاجية لضمان الأمن والانتقال الطاقوي في ظل التقليل من التأثير على النظم البيئية والبصمة الكربونية، وهذا ما سيتطرق له الخبراء والمتخصصون في هذا المؤتمر من خلال مناقشات مثمرة وتبادل الرؤى والمعلومات والخروج بالتوصيات اللازمة. إن التحول الطاقوي ليس مجرد خيار، بل هو أمر ضروري، إذ أنه يتطلب إعادة النظر في نماذجنا الطاقوية، أي الانتقال من القديم إلى الجديد ومن الغير المتجدد إلى المستدام. إنه ليس تطوراً تكنولوجياً فحسب، بل تحولاً ثقافياً واقتصادياً كذلك.